السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم طبق باستيشو اللي كيجي لذيذ وكيستحق تجربه وكيوجد في وقت وفير جدا. ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. بالنسبه للمقادير، انا هنا درت 100 غرام ديال لي بات اللي سلقتها في الماء شويه الملحه، وعندي هنا الجبن الموتزاريلا. ممكن تستعملوا الفرماج الحمر، ولكن الجبن الموتزاريلا كيعطي تعليكه الباستيشو. وعندي هنا الكاشير. بالنسبه للكاشير، انا استعملت المورتاديلا، من الاحسن المورتاديلا كيجي في الباستيشو الجديد. الى متوفر ما توفرش استعملوا لانشون. عندي هنا 100 غرام ديال الكفته ديال لادان اللي قليتها في الزيت، وشويه ديال الفلفل الاسود. وعندي هنا صدر ديال الدجاج، واحد ملعقه لا باس بها ديال الجبن. وعندي كريمه الطبخ. بالنسبه لكريمه الطبخ البنات، استعملت 200 مليلتر في جوج ديال الاطباق. وكاضافه فقط درت واحد ملعقه لا باس بها ديال القزبر المعدنوس. انا كنحماق على القزبر المعدنوس في جميع الاطباق، وكنخلط هاد العناصر هادو. بالنسبه لهاد الطريقه البنات ديال الباستيشو، راه ناجحه بدون جدل، حيت واحد السيده هي اللي وراتها ليا، خدامه في الصناك كتصاوبها على حقها وطريقها. مشيت نيشان عندها، سولتها عفوا، هي اللي عطاتني الطريقه كيفاش كيصاوبوها في المحلات الكبار. غادي نخلط هاد العناصر هادو تاين دامجوا مع بعضياتهم، عاد غادي ندير الموتزاريلا، حيت عندي العناصر باقي سخان. يعني الا درت الموتزاريلا وص منهم غادي يذوب ليا. وغادي ندير شويه ديال كريمه الطبخ، وناخذ الصحون ديالنا اللي ندير فيها الطبق ديالي. غادي بالنسبه للصحن، من الاحسن هذا ديال الطين البنات، راه كيتباع عند اي هذا اللي كيبيعوا هذا الشيء ديال الطين. شريته غير ب 15 درهم، زوين البنات، كيجي فيه الباستيشو حتى الكغاطان كيجيو رائعين فيهم. غادي نخوي عليه شويه ديال كريمه الطبخ في الاول، وندير نص ديال الخليط ديالي في الصحون بجوج، عاد غادي نضيف شويه ديال الموتزاريلا. صدقوني يا البنات كيجي احسن احسن من يعني من ديال المحلات، لذيذ وكتعرفي باش صوبتيه، ودغيا كيوجد. يعني الطبق اللي كيستحق التجربه، ودغيا كيوجد في 10 دقائق كيوجد الطبق ديالنا. درت نص ديال الخليط ديالي، خويت عليه شويه ديال كريمه الطبخ والموتزاريلا. بالنسبه للموتزاريلا هي اللي كتعطي ديك التعليكه. كيف ما قلت لكم، استعملت هنا 200 مليلتر ديال كريمه الطبخ. صراحه كيجي لذيذ، ما كرهتكمش تذوقوا منه وتشوفوا بعينكم، ولكن انا متاكده غادي تجربوه وتردوا عليا. كيف العاده، صراحه كنفرح بالتعليقات ديالكم وبالناس الجداد اللي كيدخلوا للقناه، وشكرا لكم بزاف بزاف. المهم البنات، ندوزو للموضوع ديالنا. غادي ندخلو الفران قبل، غادي نخوي عليه عاوتاني شويه ديال الموتزاريلا.